انا مد مد امسك السياره عافيه عافيه. قاوم قاوم. درنة المحافظة الليبية المنكوبة التي اجتاحتها السيول في أكبر كارثة تهز البلاد منذ 40 عاما، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين. درنة المكلومة هذه كانت عنوانا للجمال والبهاء، ولها حكاية عتيقة تروي صمودها وشهامتها. فماذا تعرف عنها؟ أسسها الإغريق في القرن الرابع قبل الميلاد وسموها إيراسا. ازدهرت وأشعت وتألقت بسحرها وفنونها وعمارتها. ورد اسم درنة على لسان الجغرافي كلوديوس بطليموس، وقيل إن السكان الأصليين هم من أطلقوه. ودرنة كلمة ليبية أصلية تعني الجبال، فالمدينة تقع بين الجبال والوديان والبحر. لجأ إليها المسيحيون هربا من اضطهاد الرومان واليهود، وفي وادي الإنجيل الشهيرة به اختبأ القديس مرقس ليكتب الإنجيل المعروف باسمه. وفي القرن 15 احتضنت المدينة الأندلسيين بعد طردهم من إسبانيا. وفي عهد العثمانيين كان دورها عظيما في مهاجمة السفن الأوروبية بالبحر المتوسط. أما في زمن معمر القذافي فتحولت درنة إلى معقل للجماعات المسلحة، ومنها انطلقت أولى التحركات الاحتجاجية ضد النظام بعد ثورة فبراير في 2011، قبل أن تسقط بيد المتطرفين لتصبح بؤرة للصراع والتوتر طوال سنوات. استرجعت بعدها بعضا من هدوئها، لكنها كانت على موعد مع مأساة أخرى ضربتها بإعصار مدمر وأفجعتها بأبنائها ومحت معظم معالمها.